سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ تنتمنى كاملين تكونوا في صحه جيده. مرحبا بكم مره اخرى في القناه، وشكرا لكم وشكرا على الدعم ديالكم وشكرا على البارطاج ديالكم للفيديو ديالي. جيت غنبيع واحد الدونتيفريس، وانا نتذكر واحد السيده كانت قالت لي امينه بغيت شي دونتيفريس لتا من غير ديال اختخودون، حيت ديجا جربت اختخودون وبغيت نغير، ما نبقاش دايره نفس الدونتيفريس. ديجا تكلمت لكم البنات على بريزيدون ديال التبييض، راه ديجا عندي في القناه. هذا البنات، هذا الكوم، هذه دونتيفريس اكتيف، هذه ديال بريزيدون. هذه الناس اللي عندهم مشكل ديال اللثه، الناس اللي تيعانيو من مشكل ديال اللثه، الناس اللي عندهم هذاك النزيف، الناس اللي عندهم اللثه ديالهم تتهيج لهم مره، الناس اللي تيكون عندهم هذوك الجيوب الحمراء في الـ في الـ في الـ في اللثه ديالهم، راه تيصلح ليهم فريمون زوين بزاف البنات. هذا من لي دونتيفريس اللي زوينين بزاف اللثه. هانتو كيف ما تشوفوا، معجون الاسنان للعنايه باللثه، شفتوا البنات؟ هذا الثمن ديالو تيختلف ما بين بارا وما بين لا فارماسي، داير 43 درهم في بارا، وفي فارماسي كاين اللي تيبيعو ب 55 درهم، كاين اللي تيبيعو ب 50 درهم. انا نقربو لكم باش تشوفوه.